الفكره الثانيه برضو اللي موجوده في التوعيه بتاعتنا ان انا ازاي ارشد الميه. هدف استراتيجي في الدوله دلوقتي ان انا ارشد استهلاك الميه. الظروف اللي حوالينا بصفه عامه بتقول لنا ان احنا لازم نعمل كده، احنا من اكثر الدول استهلاكا للميه. النهارده بعلمه ازاي يركب قطعه موفره، قطعه موفره تكلفتها في حدود 25 جنيه هتوفر له في الفاتوره لغايه اكتر من 40 50%. وبديله قدام عينيه عامل له حوضين، حوض مستخدم هذه القطعه وحوض مش مستخدمها، وبعلمه ازاي يركبها. الثقافه دي اللي هو زي منظم بتاع الحنفيه ده والحاجات بالظبط فن بالظبط فن. الفكره دي لو ربطناها في اولادنا هينشروها في بيوتهم وهينشروها على مستوى الدوله.